ده حسبناه. تمام. وكان عملية الضبط دي كنا بنجيب أعداد كبيرة الحقيقة وموجودة عندنا ورصدناها. كل الموتوسيكلات دي تم ضبطها. الأعداد دلوقتي ابتدت تنحصر وتقل، يعني قليل أما الغير مرخص قليل لما ألاقي موتوسيكل حاليا ماشي بدون لوحة مدنية. تمام. ابتدينا فعلا يعني الناس ابتدت تلتزم الفترة اللي هي السنة اللي احنا فيها دي الأخيرة دي، وبقوا يرخصوا الموتوسيكلات والأمور بقت كويسة.